أنا مهرتي جرحي وسفر عمري طويل، أعثر ورد أنهض أضعف مستحيل. زمني يعاندني ويخطف ما أريد، وحزني كسر ظهري وقيدني بحديد. أوقع وصيح الله وابدأ من جديد، هذا أنا. بعد معاناة مع مرض السرطان توفي صاحب قصيدة الشمس شمسي والعراق عراقي الشاعر الشهير كريم العراقي فجر اليوم الجمعة. وأفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أحد مستشفيات أبو ظبي بحسب وكالة الأنباء العراقية. والشاعر أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه كان يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي. وفي وقت سابق أكد الشاعر كريم العراقي أنه لم يزل يرقد في أحد مشافي دبي لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية لإزالة أورام سرطانية من جسمه. وقال العراقي: مستمر في العلاج، حيث أتلقى كل أسبوع جلسة من العلاج الكيماوي الذي يحارب مرض السرطان الذي داهمني من دون هوادة. وأضاف: كذلك فإن كل أسبوعين يتم إجراء عملية جراحية لي من أجل إزالة الأورام السرطانية من منطقة البطن. يذكر أن الشاعر الغنائي كريم العراقي أصيب بمرض السرطان منذ أكثر من عام وخضع إلى أكثر من عملية جراحية، كما أنه يتلقى بين الحين والآخر جرعات من العلاج الكيماوي. وكريم العراقي واسمه الأصلي كريم عودة شاعر عراقي معاصر وإعلامي من مواليد عام 1955، ولد في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، حاصل على دبلوم علم النفس وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد. وعمل كريم العراقي معلم في مدارس بغداد لعدة سنوات، ثم عمل مشرف متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي. كذلك تنوعت اهتماماته وشملت كتابة الشعر الشعبي والأغنية والأوبريت والمسرحية والمقالة، بالإضافة إلى اهتمامه بالثقافة والأدب منذ أن كان طالبا في مرحلة الابتدائية. واستمرت رحلته من عام 1987 ولحد الآن مع صديقه ورفيق دربه الفنان كاظم الساهر، حيث بدأت هذه العلاقة في الجيش وكانت أول أغنية في مسلسل شجاها الناس معلم على الصدمات قلبي، حيث كتب للساهر أكثر من 70 أغنية. وكانت الانطلاقة الحقيقية له مع الساهر في مصر. وسيقام مجلس الفاتحة على روحه الطاهرة اعتبارا من يوم الأحد 9 مارس 2023 في مسجد عودة السويعدي بغداد زيونة قرب دائرة المحاربين. الأحباء جميعا، اليوم 14/6/2021 رحلة جديدة من دواء جديد غير الدكتور كيمياوي، اللي مدة الجلسة تستمر 5 ساعات والفترة 6 شهور 6 جلسات، وهي رحلة الأمل والصبر. واعذروني أصدقائي إذا تأخرت ورد عليكم، وأنا مستمر إن شاء الله بالعمل وبالصبر والأمل، وتحياتي لكم.